أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا المتجدد معكم أسبوعياً، والذي نبدأه بأبرز العناوين. البطريرك ثيوفيليوس الثالث يعقد مؤتمراً صحفياً بعمان. الأردنيون يمارسون حقهم في الانتخابات البلدية واللامركزية. السفارة البابوية بعمان تودع المونسنيور روبرتو كونا. أهلا بكم. ترأس غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين مؤتمرا صحفيا في مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان. بحث خلاله الأوضاع الصعبة التي تعيشها الكنيسة الأرثوذكسية وكافة الأوقاف المسيحية في المدينة المقدسة وسبل حمايتها من الاحتلال الإسرائيلي، داعيا كافة مسؤولي الكنائس في الأردن وفلسطين للوقوف يدا واحدة للحيلولة دون تنفيذ سلطات الاحتلال لمخططاتها غير القانونية لمصادرة الأراضي المسيحية في المدينة المقدسة. ونيابة عن غبطته، ناقش الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة الأب الروحي لدير السيدة العذراء في دبين الوجود المسيحي في القدس في ظل المضايقات الإسرائيلية الساعية إلى تفريغ المدينة من المسيحيين، وهذا ما يشكل بحد ذاته خطورة بالغة على حاضرهم ومستقبلهم. ولكن نحن بصدد صاحب الغبطة والمجمع المقدس بصدد اتخاذ إجراءات ببعد قانوني وببعد إصلاحي حتى نقدر إنه نعالج كثير من القضايا. مثلا في الموضوع اللي نحن أمامه في هاي اللحظة، اللي هو موضوع كثير بهم لأنه بهم الوجود المسيحي في القدس وبهم أوقاف للكنيسة في داخل المدينة المقدسة بالقدس، وعشان هيك رح يتم تشكيل لجنة قانونية من كافة الأطراف حتى ما يكون حد غايب عن هاي اللجنة، يعني من داخل الجهة من الأردن من عنا من فلسطين ومن داخل الأراضي 48، حتى نقدر مع الفريق القائم في الدفاع عن هاي العقارات إنه نقدر يكون الكل يتصدى بشكل واضح وشفاف حتى نقدر نحمي أوقاف الكنيسة. هذا من جهة، والكنيسة من جهة أخرى رح تأخذ على عاتقها إنها القيام بأمور اللي رح تراها مناسبة في كل خطوة حتى تقدر إنها تلم الشمل. وعشان هيك نحن وجودنا اليوم كلنا جنب صاحب الغبطة هي دلالة ومؤشر إنه نحن مندعو كل أبنائنا إنه يلتموا حول رئاستنا الروحية حتى نقدر نقدر نتصدى لكل المطامع وكل المخاطر والتحديات اللي بتواجهها الكنيسة. في ذات السياق، أصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط بياناً ثمن فيه الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات المسيحية، ورفض المجلس في بيانه قرار المحكمة الإسرائيلية بقضية باب الخليل ومصادرة أراضي مسيحية في القدس، مؤكداً دعمه لعقد اجتماع عاجل لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة لدراسة الحلول الممكنة للتطورات المخيفة التي ستؤثر حتماً على المجتمع المسيحي بشكل خاص وعموم أبناء الشعب الفلسطيني والأراضي المقدسة بشكل عام. أقيم في مركز سيدة السلام مخيم ديني لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق استمر ليومين. المزيد في التقرير التالي. تحت عنوان خطيئتي مسمار جديد في صليبك، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيما دينيا في مركز سيدة السلام بعمان استمر ليومين متتاليين. وشارك الأب وليد الديك من لبنان في المخيم الذي ضم 55 فردا من فرقتي كشاف ومرشدات متقدم. وابتدأ اللقاء الروحي بقداس إلهي ترأسه الأب الديك بحضور الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الإسقفي للمطرانية والشماس بول جوري المرشد الروحي للكشافة وقادة ومسؤولي المجموعة في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام. وفي عظة القداس للأب وليد الديك عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الروحي شارحا فيها الوصايا العشر التي يريدها الله منا،
حثاً الشباب على أن يعيشوا حياتهم ضمنها، وخاصة وصية المحبة. وانتوا اللي جيتوا جايين باتجاه صوت يسوع، ليه جايين كرمال الخوري وليه جايين كرمال حدا تاني؟ انتوا جايين كرمال شخص اسمه يسوع المسيح. انتوا عبتلحقوا صوت يسوع اليوم، بس نحن اليوم وبكل لحظة لازم نعرف نختار، لازم نعرف نقدر نميز صوت يسوع من الأصوات التانية. واشتمل اللقاء على تأملات وفقرات روحية ومحاضرات توعوية للشباب. بحكي عن خبرتي بعمري، ما كان في حدا يجي يقعد معنا حتى يعطينا الحياة الدينية الصحيحة والكشفية، فأنتوا عم تجيكم فرصة ذهبية بإنكم تعيشوها، وخصوصا مع قدس الأب وليد، هو بحر في العلم الديني واللقاء الشباب. حيث قدمت فارسة القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان محاضرة تحدثت فيها للمشاركين في المخيم عن خدمتها الكنسية وخبرتها الروحية ومسيرتها العملية، مشجعة الشباب بأن يتحلوا بالإرادة والعزيمة وأن يتحدوا كل الصعوبات التي قد يواجهونها. كما قدمت شكرها لكل المنظمين لهذا المخيم وللقائد العام لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك القائد طارق مسلم لما يبذله بكل محبة من جهد وخدمة للكشافة. فلسفتي بالحياة آية حكاها بعض القديسين: أحبب وافعل ما تشاء. عملكم، خدمتكم، عطائكم، محبتكم، اللي بتعملوه بتمردكم، بشبابكم وعنفوانكم وحماسكم، إن ما كان مكلل بمحبة وبالحب ممكن أوقات تزيد الأخطاء وتزيد الزلات. فهوني موضوع الحب والمحبة لازم يكون بكل خطوة في حياتكم، بكل فعل بحياتكم. خلي إيماننا دايماً كبير بالله وثقتنا فيه كبيرة، فهو ما رح يخذلنا. بتمنى لكم المخيم يكون هادف ومثمر يحقق النتائج المرجوة منه. ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء في كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا، بمعاونة الأب خليل جعار راعي الكنيسة ومشاركة جمع من المؤمنين وأبناء الرعية وأعضاء الجوقة والكشافة في الكنيسة. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. وفي عظة القداس تحدث المطران الشوملي عن عيد انتقال السيدة العذراء لافتا إلى العظائم التي صنعها الله معها، فهي التي عاشت حياتها كاملة مسلمة إياها وفق مشيئة وإرادة الرب. حياتها الأرضية لم تعرف الخطيئة، لم يعرف الشر إلى نفسها سبيلا، كانت طاهرة نقية بريئة. هي الإنسانة الوحيدة التي عاشت على هذه الأرض طبعا بعد السيد المسيح، وعاشت حياة كاملة وفقا لإرادة الله. مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. أيها الإله الأزلي القدير، يا من نقلت مريم البتولة الطاهرة جسداً ونفساً إلى المجد السماوي، اجعلنا نصب إلى الأمور التي في العلا فنكون أهلاً
لمشاركة البتول ذلك المجد للأبد. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين, آمين. أقامت السفارة البابوية بعمان حفل استقبال للمونسنيور ماورو لالي الذي تم تعيينه مؤخرا من الفاتيكان بديلا للمونسنيور روبرتو كونا الذي عين في السفارة البابوية باسطنبول. حضره عدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والشمامسة والأخوات الراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة والأصدقاء والمحبين. وعبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للمونسنيور كونا على سنوات خدمته الثلاث التي قضاها بين أبناء الرعية ومرحبين بالمونسنيور للي. وشكر المونسنيور كونا الكنيسة في الأردن ممثلة برؤسائها وكهناتها وكافة الذين استقبلوه ووقفوا إلى جانبه بمحبة طوال فترة خدمته طالبا من الحضور الصلاة من أجله ومتمنيا للمونسنيور ماورو للي البركة والعون خلال خدمته في الأردن. قام وفد يمثل جمعية الكشافة الفلسطيني بزيارة إلى مقر مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء، حيث كان في استقبالهم راعي كنيسة الرسل للاتين الأب إياد بدر وقائد المجموعة ركان فاخوري وأعضاؤها. وفي بداية اللقاء رحب الأب بدر بالوفد الزائر ممثلا بنائب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية القائد محمد سوالمه، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والتقدم والنجاح. كما تحدث القائد ركان فاخوري باسم أعضاء الكشافة مهنئا الكشافة الفلسطينية بالاعتراف الدولي لهم ومشاركتهم في المؤتمر الكشفي العالمي 41. وتم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي عن بدايات تأسيس كشافة اللاتين الشمالي وأبرز إنجازاتهم ونشاطاتهم خلال الأعوام الماضية. كما قدم القائد فخوري بحضور الأب بدر درعا تكريميا للكشافة الفلسطيني يحمل شعار اليوبيل الذهبي لتأسيس الكشافة. وبدوره قدم نائب رئيس جمعية الكشافة الفلسطيني القائد سوالمه درعا مماثلا لمجموعة الزرقاء شاكرا لهم استقبالهم المفعم بالمحبة وروح التعاون والتشارك بين المجموعتين. أتشرف أولا بوجودي في هذا المكان الذي أنتمي إليه كشفيا وأنتمي إليه عقائديا، كما يعني أنتمي إلى كل العقائد الموجودة في فلسطين. أنا رئيس الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر الكشفي العالمي ونائب رئيس جمعية الكشاف. أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجموعة دير اللاتين الشمالي على حفاوة استقبالهم ودعوتهم لنا إلى مقرهم إلى عرينهم. تشرفت بلقاء الجوالي والمنجدات، تشرفت بلقاء القادة، تشرفت بلقاء الأب يد، وما لمسته يعني في هذا المكان من دفء المشاعر التي تبادلناها معا الكشافة الفلسطينية وشريحة من الكشافة الأردنية اللي هم بمثلوا دير اللاتين نيابة عن سيادة اللواء جبريل رجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أقدم التهنئة مرة أخرى بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي لمجموعة دير اللاتين الشمالي، وأشكركم نيابة عن كل الكشافة الفلسطينية. والحقيقة أنا يعني كنت سعيد جدا بمشاهدة البرزنتيشن اللي تم تقديمه عن تاريخ المجموعة اللي هو يعني يؤسس لتاريخ وحضارة هذه البلد. تشرفنا اليوم باستقبال الوفد جمعية الكشاف الفلسطيني اللي راح يمثل جمعيتهم في المخيم العالمي في أذربيجان. كان عندنا أكثر من مناسبة اليوم، استقبلنا الخوارن الجديد كهنة الرعاية الجديدة، كان عندنا احتفال بطلبة التوجيه الناجحين بالثانوية العامة،
فتشرفنا مع الجوالي والجوالات وقيادة المجموعة وكاهن الرعية والرهبات باستقبال هذا الوفد، ونشكر الله في علاقة محترمة بتربطنا بيننا وبين الكشاف الفلسطيني في توأمة مع إحدى المجموعات في بيت لحم. اليوم تعرفنا على نائب رئيس الجمعية الكشاف الفلسطيني ويحمل معاه كل الاحترام والمحبة والتقدير للكشاف الأردنية، وإن شاء الله نقدر نحافظ على هاي العلاقات بالمستقبل ونطورها أكثر وأكثر. مارس الأردنيون يوم 15 من آب الجاري خوض الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بروح عالية من الديمقراطية والنزاهة والشفافية لانتخاب ممثليهم من بين 6950 مرشحا ومرشحة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. شمال جنوب وغرب وشرق اعطي صوتك واعمل فرق، انت اردني ولك الحق، صوتك بكره رح يفرق. انتخابات اعتاد عليها الاردنيون منذ عام 1880 لانتخابات البلديه، وانتخابات تحصل لاول مره في تاريخ المملكه والتي تسمى باللامركزيه أو مجالس المحافظات. شهدت كافة مناطق المملكة يوم الثلاثاء الماضي إقبالاً من المواطنين على مراكز الاقتراع لانتخاب رؤساء وأعضاء البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان لأربع سنوات قادمة. لاحظت في الإقبال جيد جداً كالمعتاد، وأيضاً يعني المرشحين كل التزم يعني ترشيحه لزميله أو للآخرين ما تعدى على حقوق غيره، ونتمنى التوفيق للجميع. عرس ديمقراطي بأريحية بسلاسة قاعد بسلامية التصويت، الجو الأسري والألفة والمحبة بين المرشحين وبين الناخبين، يعني جو أسري ومثل ما انتم شايفين جو عائلي، والحمد لله عملية سر الانتخابات جيدة جدا. الله يديم هالبلد ويديم سيدنا فوق روسنا يا ربي، ودائما عندنا بالأردن انتخابات محبة. إنه منبارك للأردن بهذا العرس الانتخابي، عرس كان أكثر من رائع، وبنشكر جلالة سيدنا اللي بيتيح فرصة لكل الأفراد ولكل الناس إنه يمارسوا حقهم الديمقراطي بهيك بلد ديمقراطي. صارت العملية بكل سلاسة سلام وحيادية ونزاهة، والتعامل مع كل الناخبين سواسية دون التعامل مع أي طرف مقابل طرف آخر على حساب الآخر، وتم إرشاد الناخبين وإيصال المعلومة الكافية لهم بالأجراءات العملية الانتخابية بدءا من عملية التدقيق الهوية المدنية وحتى وضع الورقة الاقتراع في الصندوق المخصص له. العملية الانتخابية تجري يعني بكل دقة ويعني وهدوء، وعلى ما أعتقد أنه يعني كل الأمور كانت تمشي بكل أريحية، وكان في كثير نظام وهدوء بالعملية الانتخابية. وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية لاثنتي عشرة محافظة بالإضافة إلى أمانة عمان. وبيّنت الهيئة أن الانتخابات التي أجريت في 5000 قاعة موزعة على 384 دائرة انتخابية في كافة مناطق المملكة قد جرت بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. ووفق النتيجة النهائية لتلك الانتخابات المزدوجة والتي شارك بها حوالي 1.25 مليون ناخبا وناخبة من أصل 4,110,000 شخص، فقد شكلت المرأة ما نسبته 53% من إجمالي الناخبين. خصص لها على مقاعد الكوتا النسائية 32 مقعدا علاوة على مقاعدها التي حصلت عليها بالتنافس. وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة قد عقد مؤتمرا صحفيا شرح خلاله الجهود التي بذلتها الهيئة طوال الفترة السابقة لتعريف المواطنين بآلية وطريقة الاقتراع والاستعدادات والتجهيزات التي سبقت الانتخابات، معولا على دور الإعلام في التشاركية مع الهيئة
لإنجاح الانتخابات. مهمة الهيئة المستقلة بموجب قانونها هي أن توعي وتثقف المواطن على آلية الاقتراع وآلية الفوز، كيف يراجع الجدول، أين يذهب، كيف يستدل على صندوق الاقتراع الذي هو مسجل به، يعني العملية الإجرائية. بينما الاشتباك مع المواطنين في مفهوم اللامركزية حسناتها سلبياتها إيجابياتها كانت منوطة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. نعتقد أنهم عقدوا نقاشات عدة في ذلك. القانون جديد يحتاج إلى وقت إلى تطبيقه، ونعتقد أنه بالتدريج المواطن في النهاية سوف يدرك هذه القضية، لا سيما كما ذكرت هذا مشروع قانون جديد، بينما البلديات من ما يزيد عن 130 سنة ينتخبوا دونه. نحن من خلال لقاءاتنا مع الناس واشتباكنا الإيجابي مع كافة فئات المجتمع وجدنا أنه هناك في اهتمام كبير في الانتخابات، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات اللامركزية، كونها هي خطوة جديدة وهيكل جديد من أشكال الحكم المحلي، وبالتالي من فرصة لمشاركة الناس باتخاذ القرار. نأمل أن تكون، وكما كإعلاميين تراقبت وتابعت بالأمس، كانت هناك في أخبار حول جهات رقابية أنه نسبة تكون المشاركة إن شاء الله مرتفعة، نأمل ذلك. نعتاد في الهيئة المستقلة للانتخاب أن نقدم وصفا للعلاقة ما بين الهيئة المستقلة للانتخاب ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بأنها علاقة تشاركية تقوم على الشراكة في التوعية والتثقيف وعلى الرقابة في العملية الانتخابية كدور أساسي ومهني للإعلام في مثل هذه الانتخابات. الواقع الإعلام له الدور الأبرز وفق ما يصفه دائما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دكتور خالد الكلالدي، دائما بيقول إنه الإعلام هو الرقيب، ما ترحمونا، حتى هاي كلمته، ما ترحمونا الإعلام، على أساس إنه يتعامل مع الإعلام من جانبيه، ناقل للحدث ومراقب على العملية الانتخابية، وهو دور هام جدا. ياريت كل مؤسسات الدولة تمنحه للإعلام إنه يكون الإعلامي رقيب على الأداء سواء الرسمي أو المدني بشكل عام. الإعلام يزاحم الهيئة المستقلة إيجابيا طبعا اليوم في الانتخابات البلدية واللامركزية من الجانب الرقابي، من الجانب التغطية الحدث، إضافة إلى جانب هام جدا قام به الإعلام خلال الفترة الماضية متخصص أو متعلق بموضوع التوعية والتثقيف. تحت رعاية دولة الدكتور عبد السلام المجالي، أقامت جمعية رابطة الأكاديميات الأردنيات مؤتمراً تم خلاله إطلاق التقرير الوطني لواقع الأكاديميات في الأردن، حيث أعلنت الجمعية نتائج دراستها، وذلك ضمن الخطط التي تتبناها للارتقاء بمكانة الأكاديمية الأردنية ودورها المهم في خدمة مؤسساتها ومجتمعها المحلي. وأشاد الدكتور عبد السلام المجالي بالأكاديمية الأردنية وإنجازاتها وتميزها وما وصلت إليه في المراحل الحالية بالرغم مما تواجهها من صعوبات. لا شك أن تقدم المرأة في الأردن خاصة قد يفوق كثيرا من الدول العربية، والسبب الأساسي في ذلك التناغم المستمر بين القيادة والناس، هذا الذي أمن لنا الأمن وأمن لنا التقدم. فدوما كان الذين يعملون في أي مجال لديهم أي نوع من الفكر والجهد يشعر بالدعم المستمر من المسؤولين ومتخذي القرار ليسيروا إلى الأمام. وأشارت رئيسة الجمعية الدكتورة لبنى عكروش بكلمتها إلى ظروف تأسيس الرابطة وشروط عضويتها وإنجازاتها المتعددة على الرغم من قصر عمرها، إلا أنها استطاعت جمع عدد كبير في مجالات البحث العلمي والحقوق والأنظمة والتشريعات وما إلى ذلك من الورشات من مهارات التواصل والتشبيك وإدارة المشاريع، إلى أن وصلت إلى إعلان تقريرها
حول واقع الأكاديميات الأردنيات في الأردن. نحن جمعية رابطة الأكاديميات الأردنيات، تم إنشاء الجمعية بعام 2014. الحمد لله من حوالي 3 سنين عم نشتغل على أهداف لتمكين الأكاديميات الأردنيات ولبناء قاعدة بيانات بتخص الأكاديميات. هذا المؤتمر طبعا نتيجة عمل دراسة علمية أكاديمية بجميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، كانت عينتنا 527 أكاديمية من مختلف التخصصات ومختلف الرتب، وطبقناها طبعا هذه الدراسة في كل الجامعات بإقليم الشمال وإقليم الوسط وإقليم الجنوب، وركزنا على مجالات مجال التدريس، مجال البحث العلمي، مجال الترقيات، مجال التدريب، مجال خدمة المجتمع. طبعا لأن كنا بنعرف إنه أي عمل جامعي بركز على 3 نقاط: التدريس وخدمة المجتمع والبحث العلمي، والحمد لله وصلنا لنتائج. يعني هذه النتائج علمية رح يكون من خلال هذه النتائج نوصل لتوصيات، من أهمها كيف إنه نشتغل على رفع مستوى الأكاديميات في المجتمع الأردني، وكيف إنه نتواصل مع الأكاديميات في الوطن العربي. وأيضا عملنا على إنشاء قاعدة بيانات، وهذه قاعدة البيانات من خلال عمل موبايل أبليكيشن. يعني هلأ إذا بدنا نعرف عن أي دكتورة بأي تخصص من التخصصات ندخل على هذا الموقع ومننزله من خلال الأب ستور، اللي ممكن إحنا نشوف عدد الأكاديميات، أبحاثهم، وين هم موجودين، شو الحاجات اللي بيحتاجوها، كيف ممكن يتواصلوا، كيف نعمل تشبيك مع الأكاديميات بشكل أو بآخر. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. البطريرك ثيوفيليوس الثالث يعقد مؤتمراً صحفياً بعمان. الأردنيون يمارسون حقهم في الانتخابات البلدية واللامركزية. السفارة البابوية بعمان تودع المونسنيور روبرتو كونا. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.mirsadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.